كام. وهذا طبعا الأداء جاء بعد تعديل مجلس النواب لقانون المحكمة العليا ورفض رئاسة المحكمة العليا لهذا التعديل، وكذلك رفضهم لقائمة المستشارين المحالة أو المعينة من مجلس النواب. لكن مجلس النواب أصر على قراراته ومضى في هذا الإصرار، حيث أدى المستشارين الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. لا شك أن هذا الأمر سوف يدخل البلاد في جدل قانوني جديد وخلافات قانونية جديدة أكثر مما هي موجودة، فتح أيضا الدائرة الدستورية لقبول الطعون الدستورية في قرارات وقوانين مجلس النواب، سيعيد البلاد إلى المربع السابق من الخلافات العميقة بين الفرقاء السياسيين، وربما يعقد المشهد السياسي ويزيد من الفوضى، خاصة في ظل تشبث كل طرف سياسي بخياراته. أعتقد أن هذا الأمر ربما يزيد من صعوبة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، ويؤزم مسألة عدم الوصول إلى قاعدة دستورية تجري من خلالها هذه الانتخابات. أيضا ربما أو من المؤكد أن يصعب عملية الاتفاق أو التوافق حول قوانين انتخابية يجري على ضوئها الانتخابات الجديدة. كل ذلك يحدث في ظل أجواء مشحونة بين السياسيين وبين الحكومتين الموجودتين في البلاد، حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، وحكومة مجلس النواب التي عينها مجلس النواب والتي يقودها سيد فتحي باشاغا، والذي يلوح منذ أيام باستخدام القوة في العاصمة طرابلس لاستلام مقاليد الحكم هناك من حكومة الوحدة الوطنية.